السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بك سيدتي في الأسبوع 20 من حملك. حتى هذه المرحلة كان يتم قياس طفلك من الرأس إلى المؤخرة، لكن بدءا من الآن سيكون قياس طوله من رأسه حتى أخمص قدميه. في هذا الأسبوع يبلغ طول طفلك حوالي 25 سنتيمترا، وهو بطول حبة الموز، ويزن حوالي 300 جرام. لقد قطعت نصف الطريق باتجاه موعد ولادتك المتوقع، ويزيد نشاط طفلك كل يوم، فحتى لو كنت ما زلت بانتظار الشعور بالركلة المثيرة الأولى، فإن طفلك مشغول باللعب والتمدد هناك في رحمك، ربما يمص إبهامه أو أصابعه أيضا. في جلسة التصوير المسحي للتشوهات والتي تخضعين لها بين الأسبوعين 18 و20 من الحمل، ستقوم أخصائية التصوير بالموجات فوق الصوتية بقياس محيط رأس طفلك، نظرا لصعوبة قياس طوله عندما يكون في وضعية تشبه شكل الكرة. تبدأ طبقة بيضاء اللون من مادة دهنية لزجة أو ما يسمى بالأطلاء الجنيني بتغطية جسم طفلك. تعمل هذه المادة الدهنية كمرطب ومادة زلقة تساعد على حماية بشرته الحساسة من الجفاف، وذلك أثناء وجوده في السائل الأمينوسي الذي يحيط به. كما تلعب هذه المادة دورا في الولادة من خلال تسهيل حركة طفلك إلى الأسفل، وذلك عبر قناة الولادة. شكرا على حسن المتابعة. إذا أعجبك الفيديو سيدتي، لا تترددي في الضغط على زر الإعجاب والاشتراك، وثقي بأنه سيسعدنا ذلك. اللقاء يتجدد بحول الله في الأسبوع 21 لنرى أين وصل تطور طفلك الجميل. إلى اللقاء.